الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم حلقه العالمي، حلقه نهايه الاسبوع زي ما تعودتم دايما على شاشه الاهلي في السادسه. بدايه طبعا اهلا بكل اهلاويه اللي هيتابعوا حلقتنا النهارده، وبدايه حمد لله على السلامه والكلام لمنتخب مصر اللي وحشنا وبقالنا زمان كتير جدا ما حسيناش بشخصيه المنتخب، بروح المنتخب، باداء المنتخب زي ما شفناه امبارح. منتخب مصر قدم تحت قياده كيروش ماتشات كتيره جدا، منها ماتشات رسميه زي مثلا ماتش ليبيا في تصفيات كاس العالم خارج الارض، قدم عرض قوي، قدم عرض مميز وكسب بثلاث اهداف، قدم مباراه قويه كمان قدام السودان في نفس البطوله اللي لعبنا فيها قدام الجزائر، وقدمنا عرض قوي جدا فزنا فيه بخمس اهداف. لكن الحقيقه وان كان الحقيقه المباراه انتهت بالتعادل، لكن الحقيقه بشوفها واحده من اقوى ان لم تكن بالفعل اقوى مباراه لمنتخب مصر على مدار فترات طويله جدا. مش فاكر امتى ظهرنا بالروح دي وبالشخصيه دي وبالاداء ده في الملعب. تحيه لكل نجومنا الحقيقه، يعني هو بدايه لا مجال على انتقادات في ظروف زي دي، ما تقدرش تنتقد رغم انه ممكن يكون في بعض الحاجات اللي محتاجين نتكلم فيها. لكن الحقيقه يمكن اهم مكسب قبل ما يكون الصداره وقبل ما يكون انه المنتخب بيكشر عن انيابه بالشكل ده ويقول انا جاي فعلا انافس على البطوله، انا بتهيالي انه اهم مكاسب امبارح هي عوده الروح. ونتمنى نتمنى نتمنى الاداء ده والروح دي لو ظهرت في منتخب مصر محدش هيكلمكم ابدا عن نتائج، والاداء ده والروح دي لو ظهرت في ماتشات منتخب مصر ثق تماما انك انت تقدر. كنت بقى بتكلم على الخمسه الكبار في افريقيا ولا يفرق معانا، يعني لما يكتمل سكواد المنتخب المصري بالكامل وتخوض بطوله امم افريقيا ان شاء الله يقدر مستر كارلوس كيروش كمان يطبع ويفهم طبيعه اللعيبه وطبيعه القماشه اللي معاه، اعتقد ان احنا ممكن نبقى في حته تانية قبل مواجهتين اللي هيتلعبوا في مارس ان شاء الله في كاس العالم. تحيه لكل رجالتنا امبارح، حمدي فتحي ولا اروع، راجل من ظهر راجل، ولد الحقيقه قدم مباراه كبيره جدا، السوليه، اكرم توفيق، الونش، مصطفى فتحي، حسين فيصل، مش عايز انسى حد الحقيقه. وان كنت يمكن يعني كنت اتمنى الحقيقه انه بدايه من التشكيل يبقى الى حد ما، يعني طبعا الراجل هو اللي ادرى وهو اللي اعلم وهو اللي اقرب من الوضع على الارض، عارف قدرات لعيبته، عارف مين فت مين مش فت، عارف مين جاهز مين مش جاهز، عارف وقاري المنافس كويس جدا، فبالتالي عارف مين اللعيبه اللي ممكن تصلح للمواجهه. لكن انا اعتقد انه بدايه التشكيل امبارح اغلب الناس شويه ما كانتش راضيه عنها، والتغييرات او التبديلات يعني وتوقيتاتها برضو الى حد ما كانت ممكن تفرق معنا. لكن في جميع الاحوال راضيين جدا جدا، وتقدر تقول العلامه شبه الكامله، مش هقول كامله طبعا لانه الكامله كانت في حاله تحقيق فوز، لكن الاداء كان ممتع، الروح كانت حاضره، وده الحقيقه طمن المصريين بشكل كبير جدا على منتخبهم قبل مواجهه طبعا الاردن في دور الثمانيه. كل التوفيق لرجالتنا، وهنتكلم على البطوله العربيه وهنتكلم على بطولة الشامبيونز ليج. طبعا امبارح تابعنا جولة ساخنة جدا، كانت جولة الحسم زي ما قلنا لحضراتكم، والنهارده عندنا جولة مش هقول أكتر سخونة لكن فيها مباراة من العيار الثقيل، فيها مباراة أعتقد النهارده إن هي اللي هتشد الانتباه وتلفت الأنظار بشكل كبير. أولا سأرية، طبعا كل فاكر الثمانية اللي شالتها برشلونة في أليانز أرينا من بايرن ميونخ، وخصوصا كمان إنه مش بس بارسا رايح برجليه لبايرن ميونخ لكن كمان محتاج يفوز، ودي في حد ذاتها ممكن تكون الصعوبة الأكبر اللي هتواجه تشابي هرنانديز المدير الفني للبارسا في مباراة الليلة في الشامبيونز ليج. طيب خلينا نبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة بأهم الأخبار والعناوين. موسيماني بيعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل المران. تقسيمة قوية للاعبين استعدادا للسوبر الإفريقي، وديانج ينتظم في التدريبات. ثلاثي الشباب المحترف بالتشيك ينتظم ويشارك في تدريبات الأهلي. ميشيل يانكون يقود تدريبات متنوعة لحراس المرمى. والكاف يرفض تأجيل السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء. قدر الأندية الكبيرة دايما الحقيقة أنها تكون الرافد الأساسي لمنتخباتها الوطنية، وده زي ما شفنا طبعا، ومع كامل التقدير طبعا للسد القطري والهلال السوداني، يبقى أن الأهلي كمان بمشواره وببطولاته وبحجم مشاركاته على كل المستويات محلي قاري عالمي هو يمكن يكون أكثر الأندية مش عايز أقول متضررة ولكن بتتأثر سلبا نوعا ما طبعا من نتيجة غياب لاعبتها لفترات طويلة، خصوصا مثلا وانت بتتكلم النهاردة يعني لا الهلال عنده ارتباط دولي ولا السد عنده ارتباط دولي، لكن لعيبة منتخب مصر، لعيبة منتخب تونس، لعيبة منتخب المغرب، بدر بنون، يعني بتكلم على بدر بنون وعلي معلول،
هيجوا من البطوله دي ان شاء الله باذن الله عشان يكونوا على ميعاد مع بطوله مهمه جدا بالنسبه لنادي الاهلي وهي سوبر افريقيا، اللي بالمناسبه الكاف رفض طلب الرجاء البيضاوي. انا كلمت حضراتكم امبارح انه كان في طلب رسمي اتقدم بيه نادي الرجاء المغربي عشان يطلب من الاتحاد الافريقي انه ياجل بطوله السوبر، لكن النهارده الكاف بياكد ان البطوله هتتلعب في موعدها وانه تم رفض طلب الرجاء البيضاوي. طيب بمناسبه كلامنا على البطوله العربيه، وهي الحقيقه بطوله وبعيدا عن اللقب وبعيدا عن المنافسه، الحقيقه كرنفال عربي اكثر من رائع. منظر الجمهور، روح الجماهير في المدرجات، حاله الود اللي موجوده، يعني ما فيش تقسيم. بتشوف امبارح شفنا مشجعين الجزائر جنب مشجعين مصر، كله بيحتفل وكله فرحان حتى رغم سخونه المنافسه. بطوله اظهرت الحقيقه مظهر او ورت مظهر مشرف جدا للكره العربيه على مستوى العالم. بمناسبه بقى مواجهه منتخب الأردن، السيد محمد سمارة عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الأردني ورئيس بعثة الأردن في قطر اللي بتشارك طبعا واللي هتواجه منتخب مصر في دور الثمانية، هيكون معانا من خلال الاتصال الهاتفي دلوقتي. يا أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك. شكرا لك وشكرا على الاستضافة لقناة الأهلي. كل الشكر لحضرتك طبعا. الأهلي حبيب حبيب الشعوب العربيه كلها. انا عارف ان طبعا في قاعده وجماهيريه كبيره جدا نادي الاهلي. خليني في البدايه ابارك لك مرتين، المره الاولى على المظهر القوي الحقيقه اللي ظهر به المنتخب الاردني في بطوله فيفا كاس العرب، والمباركه الثانيه انه المنتخب الاردني الشقيق طبعا تاهل عشان يكون واحد من الثمانيه الكبار، فالف مبروك الحقيقه للكره الاردنيه. الله يبارك بعمرك سيدنا ومشكور على المباركة، وكمان بنبارك للمنتخب المصري على التأهل والأداء القوي اللي ظهر عليه في البطولة. الله يبارك في حضرتك. طيب بداية قبل ما أدخل في التفاصيل، خليني أسألك، تمنيتوها مواجهة أردنية مصرية ولا مواجهة أردنية جزائرية؟ بصراحة على الصعيد الشخصي تمنيتها مباراة أردنية مصرية. لأنه بحكم القرب من اخواننا المصريين اكثر، وبنعرف عن الدوري المصري اكثر، وبنعرف عن لعيبه المنتخب المصري اكثر، فيعني تقريبا المنتخب الجزائري اكثر يعني مجهول اكثر انه، فمش يعني بالعكس المنتخب المصري وظهر في المباراه مع الجزائر اقوى من الجزائر، ولكن اللي بتعرفه بتحب تلعب معه اكثر، وحتى يعني فائده فنيه للشباب الموجودين، لانه مثل ما اكيد بتعرف منتخبنا اليوم بعد عوده الكابتن عدنان حمد بعد 6 سنين بحاول رجعته للمنتخب الاردني، بحاول يرجع ويعمل توليفه جديده اليوم بين الخبره والشباب. صح في نقص كبير من اللاعبين اليوم بالمنتخب الموجودين، ولكن قاعد بحاول الكابتن عدنان حمد يجمع بين الخبره والشباب، ومثل ما بتعرف حتى فريق منتخبنا بيعاني الان حتى بالبطوله من 23 لاعب، اليوم عندنا 5 6 غيابات، يعني الخيارات بين 16 و17 لاعب. فاحنا لا بالعكس، يعني كنا انا يعني على الصعيد الشخصي بحكي لك كنت حاب نلعب مع مصر، وحتى يعني لما تلعب مع منتخب مصر فيه يعني سمعه كبيره للمنتخب الاردني وسمعه كبيره للاعبين انهم بيلعبوا مع نجوم المنتخب المصري والدوري المصري، والاهتمام الاعلامي الكبير من قبل اخواننا المصريين اللي قاعدين هون كمان بشكله يعني بالمباريات، اشياء رائعه من الجماهير ومن الاعلاميين. فاحنا حتى تسليط الاضواء بين المنتخب المصري والمنتخب الاردني الان يعني في تسليط اضواء كبيره جدا بالبطوله. خليني اكلمك على البطوله ككل، ازاي شفتوها في الاردن وازاي او ايه تقييمك ليها لغايه اللحظه؟ بالنسبه للبطوله، بطوله لاول مره بيكون بالمستوى العالي من حيث المنتخبات، من حيث الاداء، من المباريات القويه، التنظيم، الملاعب الموجوده، الشغل اللي بيصير بقطر. بصراحه صعب بطوله ثانيه لكاس العرب انه تكون بنفس الترتيب والتنظيم هاي ومشاركه الدول هاي. بصراحه تنظيم قوي، مباريات مثل ما تفضلت قاعده بتقرب الشعوب اللي يعني خربته السياسه بتسمعوا الرياضه، يعني فعلا شفناها بالدوحه مثل ما حكيت عن الجزائر ومصر امبارح، كانت مباراه الاردن وفلسطين. أيوة. فكان كل التشجيع يعني مشترك، عندما الاردن تجيب الجول الكل يفرح، وفلسطين جابت جول الكل فرح، فالحمد لله خرجنا
يعني بكثير ميزات من هاي البطوله، انه اصبح عندنا دوله عربيه قادره على تنظيم مستوى عالي، ومن افضل البطولات ان شاء الله راح تكون كاس العالم قادمه اكيد قطر وجاهزه، وقربت الشعوب، فانا بتوقع في فوائد كبيره 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 صارت بهاي البطوله. طبعا طبعا. مين ترشح سيد محمد المنتخب او الثلاث منتخبات اللي شايفها عندها الفرص الاكبر في تحقيق لقب البطوله؟ والله مثل ما بتعرف كرة القدم لا تخضع للمنطق، إذا بدنا نحكي بصراحة ظهر مستوى شمال أفريقيا، يعني الفرق أقوى من يعني فرق عرب آسيا، فبصراحة فرق الجزائر ومصر والمغرب قوية جدا، وأيضا الفريق القطري قوي جدا، بس بتعرف اليوم هاي كلها عندما يعني تبدأ المباراة بتدول كل الأفضليات من يقدم بالملعب اخر شيء هو راح يفوز. صحيح، عندنا طموح، المنتخب المصري قوي جدا، عندنا طموح، في غيابات عندنا متعدده، ولكن طبعا لقاء اشقاء الحقيقه نتمنى يظهر بافضل صوره ممكنه زي ما شفنا في كل مباريات البطوله. تفاصيلنا في السادسه كتير وعندنا موضوعات كتير، منها طبعا تشامبيونز ليج النهارده والكره الايطاليه وبالتاكيد تغطيه لمواجهات البطوله العربيه، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه على شاشه الاهلي في السادسه. ده يوفي التسعينيات وما أدراك ما يوفي التسعينيات، جيل ديل بيرو وزين الدين زيدان، بافل نيدفيد وأليساندرو برانديلي نجمنا النهاردة وضيفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. بداية طبعا نشكره على وجوده معنا ونرحب بيه على شاشة النادي الأهلي في السادسة. بشكرك طبعا بداية على تشريفك لنا. مساء الخير. شكرا شكرا لكم، شكرا على توجيه الدعوة لأليساندرو برانديلي. بداية سينيور برانديلي خليني أتكلم على مواجهات امبارح للأندية الإيطالية، يعني هزيمتين للميلان وللإنتر ونجاح الإنتر طبعا في التأهل تاني ورا ريال مدريد، إزاي شفت المواجهتين؟ بكل تأكيد دعنا نتحدث عن هزيمة الإنتر أمام ريال مدريد. هزيمة الإنتر لا أريد أن أقول كانت متوقعة، ولكن ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو ملعب صعب ومباراة دائما صعبة، لا يضيف يقابل ريال مدريد على سانتياغو برنابيو، لكن الإنتر وسيمون إنزاغي دخلوا المباراة مستريحين بعض الشيء لأنهم قد صعدوا قبل هذه المباراة. الإنتر كان يتفادى فقط المواجهات الكبيرة في الدور القادم. إزاي بتشوف خسارة الميلان؟ والحقيقه يعني هو الميلان يمكن كان واحد من اكبر فرق اوروبا وما زال الحقيقه معاناته مستمره، ازاي بتشوف خسارته امبارح وخروجه من بطوله تشامبيونز ليج؟ خسارته امام ليفربول طبعا بنتيجه 2-1. بالنسبه للميلان كفريق انا اشاركك الراي ان الميلان في الدوري شيء ودوري ابطال اوروبا شيء اخر، لكن الميلان فرط في الصعود من هذه المجموعه، لان الميلان لديه العديد من الاشياء ولديهم العديد من الاصابات اثرت على الميلان في دوري ابطال اوروبا، وللاسف الميلان تعرض لظلم فادح في مباراه سان سيرو امام اتلتيكو مدريد. النهارده اليوفي عنده مواجهه في مباريات الشامبيونز ليج امام مالمو، يعني طبعا اليوفي ضمن التاهل للادوار اللي جايه. كان في كلام انه أليجري هيريح النجوم الاساسيين، يهمني اسمع رايك في المباراه، ويهمني كمان اعرف منك ايه سبب التفاوت بين عروض اليوفي في مسابقه الشامبيونز ليج وعروضه في الكالتشيو الايطالي. بالطبع نعم، اليوفي هذا العام لديه وجهين، الوجه الاول هو اليوفي الشاحب ووجه اليوفي الشاحب في الدوري الايطالي مع ماسيميليانو أليجري، وحاله عامه صعبه جدا متذبذب مستوى اليوفي مع ماسيميليانو أليجري في الدوري، لكن بالنسبه لدوري الابطال اليوفي قام بالأهم وتاهل ولديه العديد من المؤهلات التي تؤهله من اجل لعب نهائي دوري ابطال اوروبا هذا العام، لكن هناك مزيد من العمل يجب ان يعمل كثيرا وكثيرا ماسيميليانو أليجري، لانك تعلم الامور في اليوفي امور صعبه جدا منذ رحيل كريستيانو رونالدو ومشاكل انيلي. بالمناسبه بالكلام عن مشاكل انيلي، هل بترى انه مشاكل الكره الايطاليه عموما ومشاكل اليوفي بشكل خاص تأثر على مسيرة منتخب إيطاليا، وخصوصا أنه عنده مواجهة صعبة جدا ومهمة أمام منتخب البرتغال عشان يحصل على تذكرة التأهل لبطولة كأس العالم؟
بالطبع هي نقطة سيئة وموقف سيء تعاني منه الكرة الإيطالية جميعا وليس فقط اليوفي. واليوفي هو الفريق الثاني الذي يعاني من فضائح وتورط في هذه المشاكل. أتمنى أن يفصل أندريا أنييلي رئيس النادي أمور اليوفي كفريق كرة قدم ينافس على البطولات، وأن يتجنب إدخال اليوفي في هذه المشاكل، مشاكله في البيزنس ومشاكل عديدة في رأس المال، لأن إذا ما أثبت تورط اليوفي لا زالت التحقيقات سائرة، وإذا ما أثبت تورط اليوفي اليوفي سيعاني وقد يهبط إلى الدرجة الثانية أو الثالثة على حسب التحقيقات، وقد تعاني الكرة الإيطالية وقد نواجه كالشي بولي آخر قد يدمر مسيرة الكرة الإيطالية، ونحن قادمون على مباراة هامة أمام مقدونيا، إذا ما فزنا بها سنتأهل قد نقابل البرتغال في بلاي أوف لكأس العالم. بمناسبة الكلام عن اليوفي وأنت يعني يمكن فرصة وجودك معنا تخليني أسألك، وأنت كنت واحد من النجوم نجوم الفريق طبعا في فترة كانت ذهبية، وكان اليوفي واحد من أكبر وأقوى الفرق على مستوى أوروبا، بل إنه وصل يمكن أعتقد إنه صاحب رقم قياسي في الوصول لنهائي تشامبيونز ليج، وعدم قدرته على حسم اللقب بيتهيألي 7 مرات توصلوا لنهائي تشامبيونز ليج وما تقدروش تحصلوا على اللقب. ده من وجهة نظرك كان إيه أهم أسبابه؟ وهل شايف إنه في من الأندية الإيطالية فريق قادر على تحقيق لقب بطولة التشامبيونز ليج؟ الأول بالنسبة لمنتخب إيطاليا مرحلة البلاي أوف لن تكون بالأمر السهل، الصعود للمونديال يتطلب عمل وجهد كبير من روبرتو مانشيني، الأول يجب أن نفوز أمام مقدونيا ثم ننتظر المباراة الأخرى بالنسبة لتركيا أم البرتغال، لذلك هناك عمل كبير ينتظر روبرتو مانشيني وينتظر اللاعبين الكبار. اسمح لي سؤالي تحديدا عن 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 جيلك، كان جيل ذهبي وكان بيمثل اليوفي في أقوى صوره، وصلتم مرات كتيرة جدا لنهائي بطولة دوري الأبطال وما كانش عندكم قدرة على تحقيق اللقب، 7 مرات يوصل يوفي لنهائي تشامبيونز ليج وما يحققش اللقب، من وجهة نظرك إيه كانت أسباب ده؟ وهل بتشوف في فريق من الفرق الإيطالية الإنتر الميلان اليوفي روما قادر على أن يحقق لقب تشامبيونز ليج وينافس الأندية الإنجليزية والإسبانية والألمانية؟ بالنسبة لي بالنسبة للفرق الإيطالية وإذا ما تحدثنا عن الفوز للتشامبيونز ليج للأسف صعب، قد يفوز البايرن أو قد يفوز ليفربول أو قد يفوز المان سيتي بدوري أبطال أوروبا، وهذه وجهة نظري لأن هذه الحقيقة وهذا حقيقة الأمر وهذا ما يشاهده جميع العالم، الفرق الإيطالية بعيدة كل البعد. يمكن اختم واقفل صفحه اليوفي معاك بانباء او تقارير اتكلمت عن صفقه تبادليه بين اليوفنتوس وبين بايرن ميونخ، يتبادلوا على اساسها ارتور نجم خط وسط اليوفي مع بافار نجم خط دفاع البايرن. بالنسبة للميركاتو والحديث عن الميركاتو أعتقد أن اليوفي يجب أن يفكر كثيرا في الميركاتو، لأن اليوفي إن لم يفعل ميركاتو في الشتاء كبير قد يخسر الدوري الإيطالي، وهذا لسه ما تعودنا عليه من أندريا أنييلي واليوفي، لكن إذا ما تحدثنا عن الصفقة التبادلية بينه وبين بايرن ميونخ هناك أمور تشير إلى اقتراب الصفقة. من وجهة نظر أليساندرو برينديلي مين أفضل مدرب في الكالتشو الإيطالي من وجهة نظرك؟ سباليتي مع نابولي، إنزاجي مع الإنتر، أليجري مع اليوفي، ولا مورينيو مع روما؟ بالنسبة لي في هذه الأوقات أنطونيو كونتي كجنسية إيطالية، لكن داخل إيطاليا لوشانو سباليتي مدرب نابولي، لأن لدي الكواليتي ولدي العقلية وعمل فريق كبير مع نابولي ويعمل في أشياء كبيرة داخل نابولي. سباليتي داخل إيطاليا وخارج إيطاليا أنطونيو كونتي. بيقال إنه أو بيشاع إنه علاقة مورينيو بروما على وشك الانتهاء، وإنه وصلت إلى درجة معينة من التوتر للدرجة اللي دفعت توتي نجم روما طبعا التاريخي والأشهر إنه يسيب ملعب المباراة قبل نهاية المباراة بحوالي يمكن 20 دقيقة، والكلام على إنه المستثمرين الأمريكان غير راضيين على مستوى الفريق مع مورينيو وإنه احتمال كبير جدا إنه ينهوا التعاقد.
بالنسبة لي لا أريد تقييم مدرب عظيم كمورينيو في هذه الأوقات، لأن مورينيو جاء إلى روما ويريد عمل مشروع بالاتفاق مع الأمريكان. الأمور في روما ساخنة وصاخبة، روما يعاني، روما الآن في المركز السابع وقد يبعد أكثر وأكثر. لكن بالنسبة لمورينيو لا أريد الحكم على مورينيو، لأنه بدأ العمل في روما منذ 4-5 شهور وهذه ليست كافية لتقييم مورينيو. أليساندرو برينديلي، أختم لقائي معك، بديك فرصة تختار اللاعبين الأفضل على مستوى العالم، لو طلبت منك تختار أسماء اللاعبين اللي ممكن يمثلوا منتخب العالم في الوقت الحالي هتختار مين؟ دوناروما بورتيري، حارس مرمى دوناروما. بوي ديجا توتا لا فورماسيوني، دوناروما في حراسة المرمى، خط الدفاع كانسيلو، جواو كانسيلو على اليمين، بونوتشي، ليوناردو بونوتشي، كيليني، جورجيو كيليني، الفونسو ديفيس. الفونسو ديفيس في الجهة اليسرى بايرن ميونخ الكندي، سنترو كامبيستا، وخط النص سنترو كامبيستا، جورجينيو، توني كروس، اي كانتي ديال تشيلسي، نقولو كانتي. انا سمعت جورجينيو ونقولو كانتي وتوني كروس وخط الهجوم. بالضبط، صلاة كيزا. اي بوي بالنسبة للجناح الأيمن محمد صلاح، ليفاندوسكي، وفيدريكو كيزا، وبونتا مهاجم روبرت ليفاندوسكي. هذه هي التشكيلة الأقوى في العالم. أليساندرو برينديلي نجم طبعا منتخب إيطاليا ونجم اليوفي السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك، شرفتنا في السادسة على شاشة الأهلي. شكرا شكرا جزيلا. ده التشكيل اللي اختاره أليساندرو برينديلي، جان لويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا في حراسة المرمى، وقدامه كيليني وبونوتشي، في الباك اليمين جواو كانسيلو، في الباك الشمال الفونسو ديفيز نجم طبعا بايرن ميونخ، نص الملعب نقوله كانتي مع جورجينيو الايطالي مع توني كروس الالماني، وفي الامام اعتقد صلاح طبعا نجم مصر محمد صلاح، ومعاه مهاجم ليفاندوفسكي، وفي الناحيه الشمال كيزا. ده تشكيل منتخب العالم من وجهه نظر أليساندرو برينديلي نجم إيطاليا ونجم اليوفي. نروح مع حضراتكم لنجومنا بقى المحترفين في الخارج وناخد جولة نشوف آخر أخبارهم ومشاركاتهم. طبعا صلاح امبارح تألق بشكل كبير مع ليفربول في مباراة تشامبيونز ليج في مواجهة الميلان، وأحرز هدف في البطولة. خلينا نتابع مع حضراتكم أخبار محترفينا في الجي بي اس. الجي بي اس معانا هيبتدي من إنجلترا، والبداية هتكون مع مو صلاح. مو صلاح بيقدم واحد، إيه مش واحد، هو افضل، انا بشوفه تقييمي الشخصي يعني وجهه نظر تختلف تتفق معاه، لكن هو افضل موسم لصلاح مع ليفربول. لعب وشارك اساسي لمده 64 دقيقه في ماتش فرقته قدام الميلان في دوري الابطال، وسجل هدف الفوز، الهدف الثاني عشان يفوز الليفر بنتيجه 2-1 على السان سيرو في ايطاليا. تقييمه خلال المباراه كان 7.5 درجه، وخلال مشاركته مرر 27 تمريره منهم 25 تمريره صحيحه بنسبه دقه 93%. وطبعا ليفربول تاهل بصداره المجموعه برصيد العلامه الكامله 18 نقطه من 6 انتصارات. مبروك يا مو. لسه في انجلترا وهروح للنني، النني 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 محمد النني، نجم خط وسط الارسنال، واللي شارك اساسي في مباراه فريقه الاخيره امام مانشستر يونايتد اللي خسروها طبعا، كانت مباراه في البريمير ليج او في الدوري الانجليزي، وانتهت بفوز مانيو بنتيجه 3-2 على الجانرز. معدل تقييمه في المباراه دي كان 7.2 درجه، وخلال مشاركته مرر 85 تمريره منهم 77 تمريره صحيحه بنسبه دقه 91. نسبة نجاحه في الالتحامات الأرضية كانت 50% من أصل 4 التحامات، ولعب 5 كرات طولية منهم 4 كرات طولية صحيحة. أرسنال حاليا بيحتل المركز السابع في جدول الترتيب ورصيده 23 نقطة، والقيمة التسويقية للنني حاليا هي 10 مليون يورو. هنسيب إنجلترا ونروح تركيا.
والبداية ياسر ريان، أحمد ياسر ريان نجمنا طبعا ابن النادي الأهلي اللي بيلعب في ألتاي سبور، شارك في ماتش الفريق الأخير اللي كان أمام جلاتا سراي كبديل، وشارك مدة مشاركته كانت 22 دقيقة، والمباراة دي انتهت بالتعادل 2-2. معدل تقييم أحمد ياسر ريان في المباراة دي كان 6.6 درجة، وفرقة أحمد بتحتل حاليا مركز ال 14 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، والقيمة التسويقية لأحمد هي 1,000,000 يورو. من ألتاي نروح لجلاتا سراي مع مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ومهاجم جلاتا سراي، شارك أساسي في مباراة فريقه الأخيرة اللي جمعته فريق أحمد ياسر ريان قدام ألتاي، وكان مشاركته لمدة 68 دقيقة. الماتش زي ما قلت لحضراتكم انتهى تعادل إيجابي 2-2. مصطفى ما سجلش في المباراة، ما عملش يعني أسيستات، ومعدل تقييمه في المباراة دي كان 6.7 درجة، وجلاتا سراي حاليا بيحتل المركز 7 في الدوري التركي برصيد 23 نقطة، والقيمة التسويقية حاليا لمصطفى محمد هي 6,000,000 يورو. لسه في تركيا مع كريم حافظ وماراتايا سبور، كريم طبعا شارك في مباراة فريقه الأخيرة ولمدة 90 دقيقة كاملة أمام كونيا سبور، والمباراة دي انتهت بالتعادل السلبي. في المباراة دي كريم لعب كجناح أيمن، وتقييمه خلال المباراة دي كان 6.9 درجة. نجح في على مدار المباراة انه ينقذ فرقته من فرصة هدفين محققتين، مرر 31 تمريرة منهم 28 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 82%، ولعب 3 كرات عرضية بنسبة نجاح 100%، ونجح في المراوغة مرتين بنسبة نجاح 100%. ملاتاي سبور حاليا بيحتل مركز ال 18 في جدول الترتيب التركي وعنده 14 نقطة، والقيمة التسويقية لكريم حافظ هي 1.4 مليون يورو. والحقيقه يمكن في نفس المباراه دي والتر بوالي، لو حضراتكم طبعا يعني كان معانا الموسم اللي فاتت وبيلعب في نفس فريق كريم حافظ، كان موجود في المباراه دي بس كان موجود على دكه البدلاء وما خدش فرصه المشاركه. هنسيب تركيا ونروح المانيا، مرموش اللي متالق، واعتقد انه استعاد جزء كبير جدا من مستواه في المباراة اللي شفناها واللي جمعت بين شتوتجارت وهرتا برلين، تابعناها مع حضراتكم في السادسة يوم الحد اللي فات، وشارك وقدر انه يحط هدف. خلينا نقول ان مرموش شارك اساسي في المباراة بالكامل مع شتوتجارت امام هرتا برلين، وسجل هدف من الهدفين اللي احرزتهم شتوتجارت. المباراة دي انتهت بالتعادل 2-2، وتقييمه خلال المباراة دي كان 7.6 درجة، ونجح في مراوغة وحيدة من اصل 4 محاولات، مرر 26 تمريرة منهم 20 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 77%، وشتوتجارت حاليا بيحتل المركز ال 15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، والقيمة التسويقية لعمر مرموش تبلغ حاليا 4,000,000 يورو. فكركم أول مرة ظهر فيها مرموش معنا في السادسة، الكلام ده كان قبل ما ينضم لمنتخب مصر بكثير جدا، كانت القيمة التسويقية ليه حوالي 1,000,000 يورو، النهاردة بتتكلم تقريبا على 4 أضعاف. محترفينا لسه موجودين معانا، وهنروح لطبعا نجمنا احمد حمدي، وبرضو ابننا ابن النادي الاهلي، واحد من المواهب الحقيقه اللي كنت بشوفها واعده جدا، لعيب عنده امكانيات، واتمنى من مستر كيروش واتمنى من كابتن ضيا وكابتن شوقي وكابتن حضري يبصوا على احمد حمدي، لانه مقدم موسم محترم وقوي جدا. بيلعب في مونريال الكندي، لعب 24 مباراة رفقة فرقته في الدوري الأمريكي، سجل فيهم هدفين، شارك كأساسي في 9 مباريات، ومتوسط تقييمه على مدار الموسم يقترب تقريبا من 7 درجات 6.72، متوسط تمريراته في المباراة 18.6 تمريرة بنسبة دقة 91%، ومعدل نجاح مراوغاته 68%. قدر مع فرقته طبعا مع مونتريال او مع مونريال الكندي انه ياخد ويحصل على بطولة كاس كندا، والقيمة التسويقية حاليا لأحمد حمدي هي 500,000 يورو. دي كانت جولة مع كل محترفينا، ودي كانت آخر أخبارهم الأسبوع ده. خلينا نروح لفاصل، نرجع بعد نفتح ملف الكرة العربية والكرة العالمية في السادسة مع ضيوفنا فاروق عصام ونادر شبانة، هيكونوا ضيوف علينا طبعا، محللي الكرة العالمية هيكونوا ضيوف علينا في السادسة، بس بعد الفاصل. أنا هقول لكم بمنتهى الصراحة،
أنا في البداية ما كنتش متحمس على الإطلاق لبطولة كأس العرب وخصوصا في التوقيت ده، ولما جت قلت طب هي فرصة لمنتخب مصر يبقى عنده بطولة مجمعة، مستر كيروش عنده مساحة أكثر يشتغل مع المنتخب، ناخدها كده كإيه احتكاك وتحضير لبطولة أمم أفريقيا، ومن بعدها الأهم بالنسبة لنا هو كأس العالم. لكن أنا الحقيقة النهاردة في منتهى السعادة لسببين. أولا الكرنفال العربي، بعيدا عن الكرة والمنافسة واللقب والبطولة والاحتكاك وكل الكلام ده، أنا مبسوط قوي بالمظهر المشرف اللي ظهرت عليه الكرة العربية، الصورة التابلو الرائع، الملاعب، التنظيم، الحضور الجماهيري، الرقي في التشجيع، الحالة اللي ما بنشوفهاش غير في المونديال بس بنكهة عربية، دي بالنسبة لي واحدة من المكاسب الكبيرة جدا. ويزيد على ده أداء المنتخب المصري اللي إلى حد كبير استعاد جزء عظيم جدا من هويته، من شخصيته، من حالته، من روحه، من شخصيته، ظهرت بشكل كبير أعتقد متفقين في مباراة الجزائر. المهم نبني على ده ونحافظ على ده، وإن كان ليا إن أنا أطلب فأطلب الحقيقة إن البطولة دي تقام باستمرار وتحظى بنفس اهتمام الفيفا، مش بس عشان هي بطولة تحضيرية أو تجريبية لكأس العالم، لكن أنا شايف إن الحالة اللي اتقدمت دي على مستوى العالم كله تستحق إنها تبقى موجودة على الأقل كل فترة. هنتكلم على البطولة العربية، هنتكلم على طبعًا تشامبيونز ليج، جولة إمبارح واللي حسم التأهل عدد كبير من أبطال المرشحين، وعندنا جولة النهاردة مش هقول عليها نارية لكن فيها مباراة في منتهى الأهمية، مباراة منتظرة طبعا لكل عشاق الكورة، هتجمع بين بايرن ميونخ وبين البارسا، لقاء جزء يغلب عليه الطابع السائري وجزء طبعا فرصة برشلونة الأخيرة في البقاء في بطولة الشامبيونز ليج. بيشرفنا طبعا محللي الكرة العالمية اللي بنستمتع بيهم في السادسة كل يوم أربع، فاروق عصام. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا أحمد، سعيد إن أنا معاك النهاردة. أهلا بيك ومبروك الحقيقة العرض القوي لمنتخب مصر امبارح. فعلا عرض قوي وشرفنا كلنا يعني. صحيح، ويشرفنا كمان نادر شبانة. مساء الخير يا نادر. مساء النور يا نور الدنيا حبيبي. بنور مبسوط امبارح من مصر قدام الجزائر؟ اكيد. بنسبه كام في الميه؟ يعني بنسبه 80%. صحيح، مباراه حقيقه ولا اروع هنتكلم عليها. وبما ان احنا بدانا الكلام خلينا نبتدي الاول بالبطوله العربيه، بما انها الحدث اللي يهمنا اكتر كمصريين طبعا، وخصوصا بعد تالق المنتخب المصري. هبتدي معاك نادر، ازاي شفت اداء المنتخب المصري وايه اهم مكاسب المباراه اللي حققتها مصر امبارح من التعادل قدام الجزائر؟ خلينا نبدا من حيث ما انت انتهيت، من ناحيه ان احنا استعدنا شخصيه وشخصيه في الملعب وشخصيه والروح القتاليه للعيبه والجرينتا اللي كانت موجوده عليهم كلهم. كنا بنشوف اللاعب لما بيضيع فرصه او لما اللاعب بياخد انذار او لما كان لاعب بالكوره كانت بتطول عليه، بتلاقي في جرينتا وحميه عند المنتخب كنا مفتقدينها الفتره اللي فاتت. تعال نرجع للهدف اللي سجله منتخب مصر من بدايته اصلا. اكرم توفيق الكره كانت فين؟ الكره كانت ميته. ايوه، بيروح بيحيي الكره بعد، رغم ان هو كان بعيد عن الكره بمسافه مش قليله، راح بيحيي الكره، بتطلع ركنيه، الركنيه دي بتتلعب، بناخد منها ضربه جزاء، بنسجل منها هدف التعادل. اللعيبه بشكل عام كان ظاهر عليهم الروح والاصرار على مدار ال 90 دقيقه. قد يكون عندي بعض التعليقات الفنيه، مش عايز يعني اخسف بالانتصار اللي حققناه، بس كان هو احساسه انه هو مش انتصار، هو تعادل يعني وصداره، بس احساسك امبارح انك راضي وكما لو ان الفريق فاز في المباراه. فوزنا بالانذارات يعني احنا الافضل من ناحيه اللعب النظيف. بس اللي انا عايز اتكلم فيه هي فكره ان الاوفر كوتشنج عند كيروش المفروض يعني يهدى شويه. يعني احنا شفنا شريف لما اتنقل مهاجم ومروان طلع ولعب بالتشكيل الطبيعي. أيوة. وبالطريقه الطبيعيه يعني اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. لا ما ابتداش بالطبيعي، لا ما اعتقدش عايز يبتدي بالطبيعي، مش عايز يبتدي بالطبيعي. يعني غريبه بالنسبه لي. ده الحاجه الوحيده اللي انا كان عندي عليها تعقيب، ولكن قدر يعالج ده من خلال الشوط الثاني. التغييرات كانت مكان الاصابات اللي حصلت في الشوط الاول. احمد ياسين خامه مبشره جدا، مش عايزين نكبر الموضوع ونافور ان احنا شايفين لاعب مختلف، بس هو فعلا هو لاعب كويس، لاعب بوتنشال كويس. وعنده ثقه في نفسه، قد يكون عنده بعض الحاجات اللي ظهرت عليه في البدايه، بس طبعا رهبه الماتش انك بتلعب الجزائر وفي حضور العدد ده من الجماهير. خد بالك نص اللعيبه دي ما فيش خبره دوليه. بالظبط، ما انا ده اللي بتكلم فيه. وبعدين انت بتلعب ماتش يعني مصر الجزائر، اي لعيب يعني اي لعيب حتى لو كان حتى لو خبره كبيره، ماتش تقيل، ماتش تقيل. بجانب ان منتخب الجزائر نفسه الفرقه اللي كانت موجوده دول منهم لعيبه كتير من القوام الاساسي. بس يعني ما عنديش حاجة تانية أقدر أقولها غير إن إحنا فعلا اكتسبنا منتخب صاحب شخصية قوية لا خوف عليه في المستقبل. تمام، قبل ما أخدك لمصر والأردن وتقرأ لنا كده وتشرح لنا منتخب الأردن، يعني منتخب الجزائر إحنا عارفينه وحافظينه ومذاكرينه، عشان كمان ده
ممكن يبقى منافس محتمل في 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 كاس العالم وفي امم افريقيا، لكن الاردن شويه بالنسبه للمصريين منتخب مش معروف قوي. بس رانا وتلخص لنا المباراه كده، مصر والجزائر في ارقام. مباراه مصر والجزائر يمكن احنا متفوقين في كل شيء من على صعيد الارقام. الاستحواذ كان لمنتخب مصر، وشفنا في اوقات كتير كان منتخب مصر مهيمن على الكوره، سواء قبل احراز منتخب الجزائر للهدف او دي احنا بنتكلم دلوقتي على احصائيات مباراه مصر والجزائر. مصر والجزائر سواء كان قبل هدف التقدم للمنتخب الجزائري، اللي انا في رايي كان هدف بدون اي مقدمات، يعني هدف كره كده طايشه في منطقه الجزاء بالظبط، فما يسالش عليها اي يمكن شويه بس الدفاع ما كانش متمركز كويس في الكره الثابته، ولازم ناخد بالنا من الكره الثابته. قلنا اتكلمنا عليها حتى في مباراه التصفيات ان احنا لازم ناخد بالنا من تمركز هي الكره اساسا كانت تسديده على المرمى قلشت هي مش عرضيه خالص، هي كان قصده الباك اليمين بتاع الجزائر بالظبط، ولما اتشاطت حتى منه غيرت اتجاهها، خبطت في رجل فتوح. يعني فيها توفيق كبير جدا بالظبط. على صعيد التصويبات احنا متفوقين ب 10 تصويبات مقابل 6 تصويبات للمنتخب الجزائري، الركنيات لصالح المنتخب المصري. ويمكن بقى هنا البطاقات لاول مره الجماهير المصريه كانت متابعه الموضوع الانذارات ومين خد بطاقه، وشفنا احتفالات حتى في الكافيهات او الاماكن العامه، احتفالات مع كل انذار اكن في هدف احرز منتخب مصر. فخلينا نتفق ان مباراه زي مباراه منتخب الجزائر هتدي ثقه للاعيبه كتيره موجوده في الجيل الحالي اللي بيعتمد عليه كروش، سواء العناصر اللي ظهرت لاول مره مع المنتخب المصري في البطوله، زي شفنا تالق لعيبه زي مهند لاشين، زي حسين فيصل. انا عجبني جدا مستوى حسين فيصل، لاعب عنده شخصيه، اللعيب اللي عنده شخصيه بيظهر من المباراه الاولى ليه. فمن المباراه الاولى لحسين فيصل، لا لاعب بياخد بيعدي على واحد على الثاني، واحد ضد واحد بيعدي، بيقدر يعدي، بيقدر يعمل عرضيات، عنده رؤيه كويسه جدا في الملعب، فبيبان اللعيب اللي عنده شخصيه. مهند لاشين كمان لما استعان بيه كارلوس كيروش في المباراه قدر يقدم الاضافه، وفي كره الطرد شفنا شجاعته ان هو قدر يدخل وعارف كويس ان اللعيب اللي قصاده هيخش بشكل عنيف. كمان في البطوله الشيء المميز ان هو كارلوس كيروش فضل ثابت على تشكيل وخطه 4-3-3، حتى شفنا لما بيعتمد على مصطفى فتحي في المباراه نزله وبدا بيه شويه كده، قعد 5 دقائق يلعب كلاعب ثالث في وسط الملعب، ما نجحش مصطفى فتحي في لعيب ثالث، فحطه وينج وقدر يعتمد على حسين فيصل لحد الشوط الاول ما خلص، لحد ما نزل مهند لاشين ولعب بثلاثي في وسط الملعب معتاد، مهند لاشين حمدي فتحي وعمرو السوليه. وبالكلام على عمرو السوليه، انا حابب اشيد بعمرو السوليه في البطوله دي، قدم 3 ماتشات بصراحه افضل ما يكون. ولو اتكلمنا عن الاكثر في المنتخب المصري، فهو اكثر لاعب صنع هجمات للاعيبه المنتخب المصري، اكثر لاعب قدر يقطع التمريرات في لعيبه المنتخب المصري، فهو في رايي هو كان من نجوم البطوله لحد دلوقتي بشكل عام كمان، مش بس. طيب تعالى ناخد مع نادر ارقام الاكثر بالنسبه لمنتخب مصر، ونشوف كده على مدار، مش بتكلم على ماتش مصر الجزائر، بتكلم على مشاركه في بطولة كاس العرب. تمام، عندنا قفشه وعمرو السوليه اكتر اتنين صنعوا فرص، رغم ان احنا لو شفنا قفشه لعب ماتش واحد اما لعبش لعب ماتش لبنان بس، وما لعبش الماتشين التانيين. عمرو السوليه طبعا مش هزيد كلام كتير عن اللي قاله فاروق، واحد من افضل اللعيبه في البطوله ان لم يكن افضلهم بالنسبه لي. احمد فتوح بيقدم بطوله جيده برده، التمريرات الصحيحه من 173 تمريره 86 دقه التمريرات. ايوه يعني رقم هو اكتر كبير. اكتر عدد تمريرات واكتر صحيح. واعلى معدل دقه تمرير بالنسبه لفتوح. محمد مجدي قفشه زي ما قلنا هو التمريرات البينيه 5، حسين فيصل التصويب على المرمى 6 منهم 4 صح، ده بيؤكد الكلام اللي قاله فاروق ان هو لاعب صاحب شخصيه قويه رغم صغر سنه ورغم قوه البطوله والمنافسين اللي بيواجههم، وتحديدا مثلا ماتش الجزائر امبارح، ولكن اللاعب كان واضح عليه ان هو صاحب شخصيه قويه. قفشه برضه لو شفنا هنلاقيه متميز في ارقام، وهو الراجل ما لعبش غير مباراه ونص يمكن، او مباراه كمان اقل من مباراه ونص، فهو قفشه واضح ان هو بالظبط. احمد رفعت ال 10 عرضيات اكتر لاعب لعب عرضيات 10 عرضيات احمد رغم برضه انه ما شاركش غير ماتش السودان. خلينا نتكلم ان احمد رفعت ممكن يفيد جدا لو في المباريات القادمه او مباريات التصفيات او بطوله الامم، لو تواجد مصطفى محمد اللي بيتميز بالراسيات، لو احمد رفعت موجود، لان احنا بنشوف حتى في الدوري المصري هو بصراحه افضل لعيب في الدوري المصري بيقدم عرضيات لروس الحربه بعد معلول بعد معلول. فهو حتى يعني دايما فكر دلوقتي خلاص، كان الاول وهو صغير احمد رفعت كان بيخش ويعدي واحد على واحد، دلوقتي هو 10 عرضيات في المباراه. انا على فكره متحمس جدا لمشاركه رفعت مع المنتخب، بس ونديت الحقيقه حتى من زمان انه رفعت من الاسماء اللي تستحق. وهو الموضوع سهل، يحط محمد شريف راس حربه واحمد رفعت في الجناح. ليه دايما بتبدا بمحمد شريف في الوينج وترجع تغيره تاني يعني وتحط راس حربه؟ قلت في البدايه الحقيقه انا مبسوط، فمش عايز بس في وسط الانبساط والناس فرحانه بدايه
المنتخب اتكلم في حاجه ممكن حد يفهمها عنها انتقادات. لا مش سلبيه، لكن انا كلمت انه يعني لما يعني احنا بنتكلم مع بعض، اصل انا برده لما بنشوف مستنيين تشكيل منتخب مصر ما شفتش حد امبارح لما تم اعلان التشكيل راضي عن التشكيل الراجل هيبتدي بيه المباراه. وفي حاجات بتبقى يعني شديده الوضوح، مش محتاجه يعني مش محتاجه هو يمكن يكون بيجرب، بس هو جرب مره واثنين وثلاثه خلاص يعني بقى واضح جدا ان شريف في الحته دي ما خطورته بتقل يعني 40% من خطورته بتبقى موجوده ان هو جناح يعني. طيب نكمل معاكم الاكتر عشان نروح لمصر والاردن. مصطفى فتحي من 16 مراوغه 9 صحيحه. مصطفى كمان الحقيقه لعيب عنده شخصيه بالظبط يعني صح. انا بحب اللعيب اللي ما بيخافش، هو التوفيق شويه يعني بس مش معاه ممكن مش محظوظ شويه، لكن فعلا هو محتاج بس يبقى فعال على الجون اكتر من كده. هو يمكن بيعدي واحد على واحد كويس، عنده المراوغه عاليه جدا ومهاره كبيره، بس هو محتاج ان هو فعاليه على الجون اكتر من كده شويه. صحيح. محمود حمدي الونش 26 استخلاص الكرات، ده رقم كبير وبيؤكد تالق محمود حمدي الونش مع منتخب مصر، وعامل ثنائيه قويه مع احمد حجازي. في نفس الوقت الالتحامات الهوائيه بيفوز ب 18 من 20 التحام. ده حاجه برضو رقم كبير. تمام. ولا جديد على عمرو السوليه 20 قطع تمريرات، رغم ان هو لاعب هجومي اكتر البعض يراه كده، ولكن هو بيقدم كل ادوار وسط الملعب الحقيقه مع كده. وقائد كمان جوه الملعب. كان هيجيب جون عالمي، كان هيجيب جون عالمي في المباراه التسديده اللي قالت شويه عن العرض. كان هيبقى جون عالمي بصراحه. طيب نروح لارقام عامه لبطوله كاس العرب فاروق. لو اتكلمنا شامله كل المنتخبات مش بس منتخب مصر. طبعا المنتخب المغربي وعروضه الجيده اللي قدمها، فهو اقوى خط هجوم بتسع اهداف وما دخلش فيه ولا هدف، دفاعه دفاع مميز طبعا بقياده قائد المنتخب المغربي ونجم النادي الاهلي بدر بانون. يمكن هو ما لعبش المباراه الاخيره في دور المجموعات، لكن هو ريح نص الفرقه تقريبا. يعني لعيبه كتير اللعيبه الاساسيه، خمس ست لعيبه من اللعيبه الاساسيه ريحهم عشان عندك ماتش ضرب نار يعني الجزائر في المغرب، ماتش سواء كان مصر او الجزائر، فهو بالنسبه له كان عارف ان الخصم هيبقى قوي جدا. هو كده كده لابس يعني مش قصدي لابس في الحيطه، بس يعني اقصد اقول داخل على مباراه كانها نهائي وهو بيتفرج على ماتش مصر والجزائر، حتى المباراه كانت صعبه لاي حد مستني المنتخبين يعني. صحيح. اقوى اضعف خط هجوم كان البحرين والسودان، يمكن مشاركه المنتخب السوداني كانت مشاركه بصراحه مخجله جدا، اداء متراجع، نتائج كبيره عندهم اسبابهم برده عشان عندهم اشقاء يعني اكتر منطقتهم، عندهم ظروف استثنائيه طبعا. ما اعتقدش انه السودان طول عمرها برضو يعني عندها كره كويسه، عندها كره كويسه، ما اعتقدش انه المنتخب اللي ظهر ده يعني يدي انطباع حقيقي عن الكره السودانيه. منتخب البحرين كمان كان مفاجاه، كان لعب مباراه الاولانيه في البطوله مباراه الافتتاح ضد قطر كانت قويه، لكن اضعف خط هجوم اضعف خط دفاع كان المنتخب السوداني طبعا. ومنتخب فلسطين استقبل اهداف كتير، لكن منتخب السودان فلسطين شفنا التشجيع الكبير ليه في البطوله. الاكثر فوز كان منتخب قطر بالعلامه الكامله هو منتخب المغرب 3 انتصارات، الاكثر خساره كان منتخب السودان في جميع المباراة ثلاث هزايم. طيب قبل ما انقل معاكم لمباراة مصر والأردن ونتكلم شوية عن المنتخب الأردني، خلينا نسمع ونشوف معاذ سليم. ده كان كابتن المنتخب الأردني قبل كده، تحديدا في الفترة اللي تولى فيها لو تفتكروا كابتن جوهري تدريب المنتخب الأردني، كان بيلعب في الوقت ده وكان كابتن المنتخب وكان مدرب سابق كمان للمنتخب الأردني. خلينا نشوف رسالته لجماهير الكرة العربية عموما والمصرية خاصة بعد طبعا الإعلان عن مواجهة الأردن ومصر في دور الثمانية في بطولة كأس العرب. ونرجع لحضراتكم. أنا اللاعب مؤيد سليم، لاعب المنتخب الوطني الأردني سابقا. بداية أهنئ جميع المنتخبات العربية التي تأهلت للدور الثاني بنهائيات كأس العرب. مبروك للمنتخب المصري، مبروك لمنتخبنا الأردني على ما قدموه من مستوى جميل جدا. إن شاء الله يعني ستكون مباراة جميلة جدا بين المنتخبين. ما في شك منتخبنا الأردني بمن حضر بقيادة الكابتن عدنان حمد واللاعبين الموجودين، إن شاء الله سيكون بصمة المنتخب الأردني موجودة بكل المحافل العربية. دائما نتوقع بأن النشامة سيكونون عند المحك، رغم أنه يعني الخصم هو خصم قوي جدا. المنتخب المصري من المنتخبات العربية التي باتت الكل يعول على أنهم يحصلون على كأس العرب. إن شاء الله تكون مباراة جميلة جدا بين المنتخبين، فيها الحب والأخوة والعطاء للجميع. الطموح كبير جدا ما في شك، إن شاء الله سيكون منتخبنا على قدر المستوى والمسؤولية.
منتخبنا زي ما حكينا بمن حضر رغم الإصابات الموجودة بالفترات السابقة، لكنه استطاع أن يتأهل للدور الثاني. منتخب المصري من المنتخبات العربية القوية جدا، فيها القوة والأناقة والإثارة والفن. بصراحة الكل عندما شاهدنا مباراة المنتخب المصري مع المنتخب الجزائري كانت مباراة جميلة جدا، كانت مباراة فيها كل شيء في كرة القدم من الجمال والقوة والخطط وجميع الأمور الفنية. أعتقد بأن المنتخب المصري استحق أن يتأهل للدور الثاني. تمنياتنا للجميع إن شاء الله أن تكون مباراة جميلة جدا، فيها الأخوة وفيها المحبة للجميع. ونهاية حديثي أود أن أتذكر الأيام الجميلة التي كانت من خلال مدربنا الراحل وكبيرنا الراحل الكابتن محمود الجوهري، الذي كانت له بصمة كبيرة جدا للكرة الأردنية من خلال تأهلنا لآسيا والحصول على التصنيف العالمي. بعد ما تواصلنا مع طبعا كابتن محمد سمارة رئيس البعثة الأردنية في بطولة كأس العرب، دي كانت كلمة كابتن معيد سليم الكابتن السابق لمنتخب الأردن وكان برضو مدرب سابق لمنتخب الأردن، فكرنا الحقيقة بالجنرال الجوهري. طبعا يعني هو مش بس صاحب بصمة في الكرة الأردنية، أنا بعتقد أنه واحد من أصحاب أو من أهم الناس اللي كانوا أصحاب بصمات الحقيقة في مشوار الكرة المصرية على مدار تاريخه كله، كاس عالم ايطاليا، بطوله امم افريقيا، طلع اجيال في الاردن من المدربين اللي كلهم بيعترفوا بفضل كابتن الجوهري. كان مدرسه بالنسبه لهم وكان معلم وما كانش بيبخل بخبراته ابدا على الكوادر في الاردن. لحد دلوقتي هم بيعترفوا بفضله، واعتقد ان هو ساب بصمه كبيره في تاريخ طبعا الاردن. ايه بقى بالنسبه لنا المنتخب الاردني؟ مش عايزين بس في البدايه ان احنا نجينا خلاص من المنتخب المغربي اللي قوي جدا ووقعنا مع المنتخب الاردني، فيبقى في شويه يبقى في شويه كده استهانه بالمباراه. لا، المنتخب الاردني الكيرف يعني مش الكيرف يقل شويه بقى. لكن المنتخب الاردني هو منتخب مش بنفس قوه المنتخب المغربي، هو منتخب في متناول المنتخب المصري. لكن نتائجه ايه في البطوله؟ هو كسب السعوديه طبعا، مش شباب السعودية. شباب السعوديه، خلينا نتكلم ان هو الجيل مش حتى مش الثالث للسعوديه. هو جيل غريب اختاروه للبطوله. فهو كسب السعوديه، حتى كانت مباراه صعبه رغم ان هو السعوديه مستواها قليل، لكن حتى كانت مباراه صعبه. المنتخب الاردني كسب فلسطين، ولو شفنا مباراه فلسطين والاردن كسب 5-1، المباراه زي ما قال نادر ان هي ما بتشرحش ابدا اللي حصل في المباراه. المنتخب الفلسطيني يمكن كان في شويه عشوائيه هجوميه، كان بيهاجم يمكن الفرقه كلها، فكانت المرتدات بتدخل في الشوط الثاني كتير جدا، فده اللي عمل الجاب في الفرق. لكن الشوط الاول قطر والعراق كده بالظبط، شفت يعني قطر والعراق ماتش خسروا في اخر 10 دقائق، وكانوا يعني ساب الاندفاع زياده عن اللزوم كتير قوي. بالظبط. المنتخب المباراه بقى يمكن هي اللي هتكون شبه مباراه منتخب مصر، هي مباراه المنتخب الاردني ضد المنتخب المغربي. النتيجه خسروا بنتيجه كبيره 4-0، وكانت مباراه طبعا في صالح المنتخب المغربي، هيمن عليها من البدايه للنهايه، وكان هو دايما الفريق المستحوذ على الكوره وبادر بشن الهجمات. بيعيب المنتخب الاردني عدم التمركز الدفاعي الجيد خصوصا في الكور الثابته. شفنا في المنتخب المغربي قدر يسجل هدفين من كره ثابته، منهم هدف بدري بنون من على خط المرمى. عندهم مشاكل كمان في الارتداد، ما عندهمش سرعه في الارتداد. في مجموعه من اللعيبه الاساسيه اتصابت في خلال مباراه المنتخب المغربي وخلال مباراه دور المجموعات، منهم بهاء فيصل المهاجم المنتخب الاردني القوي. فهو منتخب في المتناول المنتخب المصري لو المنتخب ظهر بنفس الشخصيه اللي لعب بيها ضد المنتخب الجزائري. طيب هدي فرصه لنادر نقفل البطوله العربيه بلقاء مصر والاردن، بس اسمح لي مضطر اطلع فاصل طبعا. فاصل ونرجع لحضراتكم نتواصل بقى، نقفل ملف البطوله العربيه ونفتح ملف الشامبيونز ليج مع ضيوفنا. تابعونا بعد الفاصل. ساعات بسيطة وتبدأ مواجهة الحسم في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهنتابع مع حضراتكم من على أرض أوروبا وتحديدا من ألمانيا ومن ملعب فولفسبورغ. هنتابع أخبار التحضيرات والاستعدادات بين المواجهة طبعا المنتظرة بين فولفسبورغ الألماني وليل بطل الدوري الفرنسي في مجموعتهم في دوري أبطال. مباراة هتقام كمان يمكن ساعتين أو ثلاثة من دلوقتي. محمد الباز محلل الكرة العالمية معانا من داخل نادي فولفسبورغ، ويكلمنا أكتر عن التحضيرات او الاستعدادات لبدايه اللقاء. محمد مساء الخير واهلا بيك معانا في سادسه. مساء الخير استاذ احمد، مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام، اهلا وسهلا. اهلا بيك، كلمني كده على الاخبار والاجواء عندك. انا عارف ان الماتشات في المانيا هتتلعب بدون جمهور، لكن تكلمني اكتر على ماتش او مواجهه اللي هتجمع بين ليل الفرنسي وفولفسبورغ الالماني. بالظبط، احنا دلوقتي موجودين في فولفسبورغ، هيلعب فعلا امام ليل الفرنساوي بعد تقريبا ساعتين من دلوقتي.
لسه حالا منتهيه مباراه لفولسبورغ برضو امام ليل في الشامبيونز ليج للشباب، وللاسف خسر برضو فولسبورغ 3-0 من ليل. طبعا المباراه المرتقبه المجموعه طبعا بتاعه فولسبورغ مجموعه ناريه لسه ما اتحسمتش لحد دلوقتي. ليل طبعا متصدر المجموعه، ولكن بفوز فولسبورغ النهارده واي فوز من فولسبورغ النهارده هيتصدر المجموعه ويقدر ان هو يصعد اول او يصعد ثاني مع ليل او المباراتين الاخرتين. النهارده هنا في المانيا زي ما حضرتك قلت بالظبط قللوا عدد المشاهدين، عدد قليل جدا هيحضر اللقاء لفولسبورغ النهارده. فولسبورغ داخل النهارده اللقاء بعد خسارتين في البوندسليغا في الدوري الالماني، على العكس ليل داخل النهارده اللقاء طبعا معنويه مرتفعه لانه لسه فايز مباراتين ورا بعض في الدوري الفرنساوي الدوري الفرنسي، والنهارده المباراه بالنسبه له يعني مباراه صعبه ايضا لان المجموعه لسه ما اتحسمتش، مجموعه مهمه جدا. النهارده هيحسم مين هيصعد اول مين هيصعد الثاني على الصعيد الاخر. طبعا في مباراه مهمه جدا. طب انا بس محمد اذا سمحت لي اسالك على مباراه الشباب دي، يعني مباراه الشباب اللي جمعت بين شباب ليل وشباب فولسبورغ دي حاجه يعني اتفاق بين الفرقتين ولا دي حاجه مرتبطه ببطوله دوري ابطال اوروبا نفسها؟ مرتبطه، يعني اي فرقتين بيلعبوا في بطوله دوري الابطال فرق الشباب بتوعهم بيلعبوا بعض او بيواجهوا بعض قبل المباراه. بالظبط، هو نفس الجدول نفس المواعيد، ولكن هي مرتبطه بالتشامبيونز ليج للشباب نفس الفكره ايضا تقام في نفس المواعيد. تمام. طيب اخدك بقى واروح للمواجهه المنتظره النهارده اللي هتجمع بين البايرن وبين البارسا، لقاء ثأري من ناحيه زي ما كنت بقول، محاوله طبعا لرد الاعتبار في نفس الوقت اختبار صعب جدا وقوي جدا. البارسا مطالب بالفوز في اليانز ارينا طبعا بقياده تشابي هرنانديز على بايرن ميونخ. تكلمني على اجواء المباراه دي. بالظبط، هنا الاجواء طبعا ساخنه، يعني الناس كلها بتقول هل بايرن ميونخ هيتساهل اليوم مع البارسا، ولكن لا، يعني ناجلسمان بيستعد استعداد قوي جدا، مش بس موضوع رد اعتبار من البارسا في التحضيرات الجديده مع تشافي. خلينا نتكلم على بايرن ميونخ. بايرن ميونخ شايف ان هي مباراه مهمه جدا بالنسبه له، الفوز رقم واحد، عايز هو يصعد بالعلامه الكامله زي ما عمل ليفربول واياكس ايضا في مجموعتهم، كل فريق منهم زي ما حضرتك عارف صعد كاول مجموعه وبالعلامه الكامله. دي الميزه اللي بيسعى عليها بايرن ميونخ النهارده. الميزه الثانيه يقال طبعا ان في مبلغ مالي كبير 2.8 يورو فاصل 8 بالظبط للفائز في اي مباراه في الشامبيونز ليج، بالتالي ده مبلغ مهم جدا لبايرن ميونخ. النهارده تحدثت عنه الصحافه الالمانيه وايضا جريده بيلد الالمانيه النهارده اتكلمت على المباراه، هل سيتساهل ناجلسمان، هل سيكون لطيفا مع البارسا؟ ولكن الرد لا، لم يكن لطيفا مع البارسا لانه عايز طبعا يفوز عشان يحصل على المبلغ المالي ويتصدر المجموعه بالعلامه الكامله. عنده غيابات كبيره النهارده، عنده كيميش وجوريتسكا في نص الملعب، دول الارتكاز الاساسي للمنتخب الالماني والبايرن ميونخ، غايبين النهارده على اللقاء. جنابري ايضا غايب عن اللقاء، زابستر ايضا نص الملعب غايب عن اللقاء، عنده غيابات كثيره النهارده ناجلسمان. ولكن مع التحديات مع وجود طبعا ليفاندوسكي، شفنا في المباراه الاخيره الكلاسيكو الالماني او الكلاسيكو الالماني بايرن ميونخ امام دورتموند، فاز بايرن ميونخ 3-2، الجماهير حبت تستفز ليفاندوسكي وقعدت تنادي من المدرجات تقول ميسي ميسي، وطبعا احرز هدفين النهارده ايضا. طبعا اصداء البالون دور على ليفاندوسكي وعلى باباري والجماهير كبيره جدا، عايزين يحققوا النهارده فوز كبير جدا. ليفاندوسكي عايز يثبت ان انا استحق ايضا البالون دور، وكما استحقيت لقب افضل مهاجم في العالم عايز يواصل ويحرز اهداف. فالشهيه مفتوحه، مباراه قويه جدا، الفريق الباباري لا يتساهل، ويعني كان الله في العون مع تشافي النهارده في طبعا. طبعا. مباراه صعبه، مباراه هي الاصعب بكل مقاييس من اول ما تولى المسؤوليه. بشكرك شكرا جزيلا، سعداء بتواصلك معانا طبعا محلل كره العالميه محمد باز من المانيا وتحديدا من ملعب فولسبورغ اللي هيستضيف مباراه ليل امام فولسبورغ النهارده في دوري ابطال اوروبا. بشكرك شكرا جزيلا، برجع لضيوفي مره ثانيه. هدخل في تشامبيونز ليج بقى عشان وقتنا نادر، البدايه معاك طبعا يعني هتتفق معايا انه اهم مباراه النهارده
هي مباراه البايرن والبارسا، ازاي بتشوفها وازاي بتشوف فرص البارسا اللي ما عندوش امل غير امل وحيد ان هو يكسب البايرن وهو يعني في اقوى حالاته؟ فين في على الاليانز ارينا طبعا معقل البايرن. اكيد طبعا دي اقوى مواجهه في مواجهات النهارده والجوله بشكل عام. بايرن ميونخ زي ما تفضل محمد وقال ان عنده غيابات كتير، غيابات في عصب الفريق. كفايه ليفاندوفسكي بس، يعني مهم ليفاندوفسكي يبقى في الملعب النهارده. ليفا موجود. وكان بعد لما ليفاندوفسكي خسر الجائزه توماس مولر طلع تصريح عجيب كعادته، يعني كعادة توماس مولر، قال ان خساره ليفاندوفسكي للجائزه ظالمه وهنرد قدام برشلونه. طب برشلونه ماله بالموضوع؟ يعني انت خسرت من ميسي ملوش علاقه. ايوه. فالموضوع طبعا برشلونه قبل اي بايرن ميونخ قبل اي حاجه مش هي اكيد مش هيكون عايز برشلونه يتأهل. خد بالك الجائزه بتاعت ميسي اتحسبت في جزء منها للبارسا برضه. يعني اكيد يعني عشان شارك مع برشلونه. يعني هو 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 مع البي اس جي واخدها برشلونه مش واخدها باريس سان جيرمان. ف بيدري وميسي ولاعيبه هم الثلاثه بارسا، ثلاث جوائز بارسا. فبايرن ميونخ مش هيحب ان برشلونه يكون موجود معاه في الادوار الاقصائيه، طبعا منافس هيتخلص منه. ودي حصلت كتير وشفناها في بطولات كتير في مختلف القارات. بايرن ميونخ شئنا ام ابينا بايرن ميونخ فريق كبير، يعني حتى لو الغيابات دي كلها ومع ذلك هو اقوى من برشلونه النهارده. ايوه برشلونه غاب جنابري في كومن في ليروي ساني بالظبط وفي ليفاندوفسكي على اللاعب الشاب في وسط الملعب مارك روكا وتوليسو لعيبه كتير فعلا تقدر تغطي الغيابات دي. وفي نفس الوقت برشلونه في الفول سكواد نفسه مفيش يعني صحيح. احنا بقى يعني هي برشلونه مفيش، بس فتحه الصدر اللي في التصريحات اللي قبل المباراه دي جايبينها منين؟ يعني تشافي بيقول لازم لا بس هو طيب الذكر مستر موسيماني دايما عنده فلسفه كده اللي هو انا هنايم الخصم عشان اعرف اخد منه اللي انا عايزه، فانت ما تجيش تشافي يخرج تستفز بالظبط تستفز الفريق زي بايرن ميونخ. ما ينفعش تخرج يا تشافي قبل المباراه تقول احنا برشلونه احنا هنروح نهاجم احنا فريق هنلعب على الفوز. ما ينفعش جيرارد بيكي يستفز نجوم بايرن ميونخ ويقول احنا فريق بالظبط. فانت يعني انت بايرن ميونخ هو فريق مش محتاج نقاط المباراه أساسي. ومش محتاج نقاط المباراه هو مستفز مع نفسه بالظبط. فما ينفعش ان انت تخرج في التصريحات تستفز بايرن ميونخ، لكن هو زي ما قالوا ان بايرن ميونخ طبعا هيبدا بقوه وما عندوش فكره ان انا متاهل او صاعد، فلا اللعيبه حتى الغايبه هتاخد فرص ان هي تثبت نفسها ان هي تكمل مع ناجزمان بقيه الموسم. شفنا هيلعب مارك روكا وتوليسو في وسط الملعب مكان جرايتسكا وكيميتش المصابين. على فكره توليسو ده لعيب كبير جدا، انا شايف الصوت هي اللي اثرت يعني اللعيب ده مش واخد حقه يا جماعه على فكره. كان 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 كده محط سخريه بقى له اسبوع من ساعه ماتش دورتموند، لان هو في كوره في اخر المباراه طلع حارس دورتموند لحد منطقه جزائه فارتدت لتوليسو راح لوحده على الجون شاطها من نص الملعب بدل ما يكمل بالكوره طلعت بره والجون خالي تماما. هيلعب بقى يثبت نفسه عشان الصحافه الالمانيه رد على في مباراه متوقعه النهارده تكون فيها كوره حلوه، يعني مباراه منتظره من وجهه نظركم بس بره البارسا في بايرن؟ اعتقد بنفيكا طبعا، لان بنفيكا هيبقى محتاج الفوز علشان هيبقى مستني هديه من بايرن ميونخ. بنفيكا لازم دينامو. بنفيكا لو اتعادل او خسر البارسا يتأهل، حتى لو خسر من بايرن مدرب دينامو كيفا لبرشلونه لا تقلقوا احنا هنتعامل مع بنفيكا هنأمن لكم الدنيا. الثانيه ناجلسمان رد وقال هبعت رساله للشبونه ان بنفيكا ما قلقش انا هتعامل مع برشلونه. ففي بقى يعني المجموعه دي لسه معلمه في مجموعه بقى ناريه، مجموعه فولفسبورج وليل وسالزبورج واشبيليه الاربع فرق ممكن يتأهلوا. اي نتائج هتحصل هي اللي يعني مواجهات ناريه الاربع فرق ممكن. الماتشات اللي من النوع ده ممكن تبقى اسماء الفرق مش كبيره جدا لكن تلاقي الكوره اللي فيها لحد الدقيقه 90 ممكن تلاقي هدف الحوافز والدوافع تخلق الحاله او تعمل الحاله في الملعب بزرق. طيب نقول للناس كده مين اللي تاهل في المجموعات لغايه دلوقتي في دوري الابطال؟ تمام لو بدانا بالمجموعه الاولى في المباريات امبارح مانشستر سيتي تاهل مع باريس سان جيرمان. سيتي وبي اس جي، سيتي اول، بي اس جي تاني، لايبزيج بره، كلوب بروج يمكن باريس مانشستر سيتي خسر المباراه الاخيره ضد لايبزيج وكانت ثاني هزيمه ليه. المجموعة الثانية ليفربول واتلتيكو مدريد. فرناندينيو كاتب اديتو فورجات على مش عارف على تويتر حاجة كده يعني. المجموعة الثانية ليفربول اتلتيكو مدريد بورتو ميلان، تأهل ليفربول أول واتلتيكو مدريد ثاني في آخر صلاح امبارح مش الكورة بتحبه
الكره بتحبه بصراحه. الهدف الكره بتحبه. الكره سابت ست سبع لعيبه وراحت تحت رجله. يعني الكره بتحبه وصلاح ما شاء الله يعني من نجوم الموسم حاليا. هينافس على الهدف تشامبيونز ليج من وجهه نظركم السنه دي؟ طبعا لان هالر ما توقعش ان هو يكمل المباريات اكتر من كده، اللي هو جايب 10 اهداف. هو اللاعب الوحيد طبعا مهاجم اياكس امستردام، مهاجم اياكس هو الوحيد مع كريستيانو رونالدو. ولد برضه على فكره مهاجم كويس جدا. وفي عندهم البرازيلي انتوني، ده لاعب صاعد رهيب هيكسر الدنيا، بيلعب اساسي في ماتش الارجنتين الاخير. لا بس موهبه يعني. انا بشوف انه الولد ده جاي يبقى يهدد عرش نيمار يعني. كان موجود في الاولمبياد، كان لاعب ضد منتخب مصر في الاولمبياد. شفت. طيب نروح نكمل مجموعات. يبقى احنا قلنا المجموعه الثانيه ليفر واتلتيكو مدريد. المجموعه الثالثه اياكس امستردام حسم المجموعه من بدري. غريب الاياكس ده حاله على فكره. اياكس السنه دي عامل، انا لسه كنت بتكلم مع فاروق قبل الهوا، ان انا شايف وبراهن على اياكس لو ما واجهش خصم قوي تقيل في دور ال 16 قد يكون متواجد في سيمي فاينال. هو لسه كان في قبل نهائي، مش النسخه 2019 مش اللي فاتت دي. بس خلينا نقول برضو ان من توتنهام مجموعه اياكس برضو في البطوله اللي فاز بيها ليفر، مجموعه اياكس كانت في المتناول برضو، مش عايزين نضخم قوي. ما كانش معاهم فرق كبيره، حتى بشكتاش اسفار في كل النتائج. بشكتاش بره ست هزائم بنتائج الدوري، تدل على الدوري التركي اللي بيمثل. بس انت برضو سته فوز على فرق مش قليله يعني، سبورتنج لشبونه وبروسيا دورتموند، مش فرق صغيره برضو فاروق. بس يعني مش بحجم مجموعه ليفربول اللي قدر يحقق العلامه الكامله فيها، ده انجاز. ده الانجاز بس بتكسب رايح جاي، اداء جيد وفي طفره طبعا، بس هيبان اكتر في. وخد بالك انه الفرقه دي بالذات اكتر فرقه بيتم تفريغها من نجومها كل سنه، يعني كل سنه يسحب اهم نجوم فيه، فتلاقي تاني سنه بدلهم دلوقتي المدرب يعني. دلوقتي بيحاولوا على المدرب. مانشستر يونايتد عايز ايريك تنهاج من اياكس. طيب نروح للمجموعه الرابعه، ريال مدريد انتر ميلان. قدروا يحسموا التعادل، يمكن بدايتهم كانت صعبه لكن في الدور الثاني قدروا يكسبوا كل المباريات ويتاهلوا. كانت مواجهه ما بين ريال والانتر على الصداره، حسمها ريال مدريد، كسب 2-0 بهدفين وتاهل متصدر للمجموعه. ماشي. النهارده بقى عندنا بايرن برشلونه بنفيكا، الثلاثه بينافسوا على بطاقتين. عندنا اثنين بينافسوا على بطاقه، بايرن خلاص حسم يعني بايرن وصل، وبنفيكا وبرشلونه بينافسوا على وشبه يعني. بنفيكا نقول حسم برضو يعني، الموضوع على برشلونه صعب جدا. مش عارف محدش عارف شيء وارد. تلاقي ديني مكيف كده يروح عامل فيه الفرقه بتخسر من ريال بتيس قبل المباراه بايرن ميونخ، صعب جدا. شايف ان الماتش ده يعني لو حصلت المعجزه وان هم كسبوا بايرن في اليانز وتاهلوا للدور اللي جاي، هتكون طفره لبرشلونه مع الجيل ده يعني. الجيل ده بشكل عام كمان في البطوله. اروح للسادسه، مانشستر يونايتد طبعا بلا منافسه في المجموعه، مانشستر يونايتد تشامبيونز ليج غير مانشستر يونايتد طبعا بريمير ليج. ورانجنيك اعتقد يعني هيعمل نقله للمطلوب منه، اعتقد هيعمل مطلوب. بانت من المباراه الاولى في شكل الضغط وشكل الاداء. اعتقد مانشستر يونايتد في بطوله دوري الابطال هيبقى ليه شأن كبير في الادوار اللي جاي. طيب احنا داخلين على الجد بقى يعني. طبعًا. بعد النهارده خلاص بدايه من اللي جاي داخلين في التصنيف الثاني، صعب جدا، يمكن اصعب من التصنيف الاول. صحيح. طيب مانشستر ضمن معاه فيا ريال، اتلانتا، الاثنين بيتنافسوا على مواجهه قويه جدا، والاثنين هيلعبوا بعض. وطبعا مباراه ملهاش لازمه، مانشستر يونايتد مع يانج بويز. المجموعه السابعه زي ما قلنا ان كل دي المجموعه فورس اللي احنا لسه متكلمين عليها. تمام. ليل وريد بول سالزبورج وسيبيا وفولسبورج، الاربعه عندهم فرص للتاهل، والثامنه والاخيره تشيلسي محسومه، تشيلسي ويوفنتوس حسم التاهل الصداره، وزينت كمان حسم مع طبعا. يعني ماتشاتهم، ماتشات المجموعه دي ما حدش يعدي عليها، ما تقلبش اساسا. هو خلاص البايرن ما اعتقدش حد هيقلب ويجيب اي مباراه ثانيه. صحيح. مين من دور المجموعات بانت الفرق اللي عندها قدره انها تحقق اللقب او هتنافس على اللقب، يعني بتقول انا جايه هنا ادور على لقب دوري ابطال؟ انا شايف بايرن ميونخ رقم واحد، الفريق المرشح ثلاثة بس بالنسبه لي. انا ما عنديش مشكله ان عشان ده تسجيل للتاريخ. تمام. انا راهن على بايرن ميونخ. لسه كنا نتكلم انا وفاروق وراه وقلت له كده. باريس سان جيرمان بي اس جي، رغم الـ 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 التساؤلات الكتير حول بوتشيتينو والفرق شنك صدقني، بس برضه في الاول وفي الاخر يعني لو عندهم اللعيبه اللي تقدر توصل بيهم لحد اصل البطوله دي شخصيه فريق يعني. ممكن يبقى نجوم وكل طبعا. حاجه بس خد بالك كمان كثره النجوم دي ممكن تبقى عامله مشاكل وتوتر في جالاكتيوس ريال مدريد. عبره يعني. بالظبط كده. البطوله دي محتاجه لعيب زي كريستيانو رونالدو كده. الفرقه بتاعته هي اللي ممكن نرشحها. طيب يعني مانشستر يونايتد بطل اوروبا السنه دي. جايز، كل شيء وارد. بتحط الثالث مان يونايتد؟ لا هو مش بحط، انا احط. الثالث مين معاهم يا نادر؟ انا شايف ليفربول. ليفربول
يوفي بعيد ها؟ يوفي انا مشجع يوفنتيني بشكل عام، بس يوفي بعيد السكواد اللي مع يوفنتوس ما يؤهلوش ان هو يوصل للادوار بعيده في تشامبيونز ليج، وده شفناه في الدوري الايطالي وشفناه كمان في ماتش تشيلسي اللي حصل في ستانفورد بريدج والخساره الكارثيه للفريق الرباعيه. طيب انا ارشح مانشستر سيتي في السنه دي للبطوله، على الاقل هيذهب بعيد ممكن مع البايرن ميونخ ومانشستر يونايتد حسب التطور اللي عمله رالف، بس اعتقد كمان المواجهات اللي المواجهات القرعه هي اللي هتحدد بشكل كبير جدا شكل البطوله. هي القرعه دي اللي بتظلم بصراحه، لان الدور التصنيف الثاني في باريس سان جيرمان، في انتر ميلان، في اتلتيكو مدريد، في فرق قويه جدا، فهيبقى في مواجهات ناريه. انت قلت سيتي، قلت وولت بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ممكن يعني يعمل مفاجاه زي ما تشيلسي عمل مفاجاه السنه دي. في حاجه كمان اضيفها على كلام فاروق، وان بجانب القرعه حاله الفريق في فبراير هتبقى عامله ازاي؟ احنا بنتكلم ان القرعه هتبقى اخر الشهر ده. حاله الفرق بقى اللي هي يعني مثلا سي حصلت مواجهه ما بين مانشستر سيتي ويوفنتوس، ففي شهر 2 ساعتها الفرقه هتبقى عامله ازاي؟ كل فريق فيهم قصه ثانيه بقى. احنا بنتكلم بعد ميركاتو يناير، بعد لو حصل اصابات، وده حصل في ماتشات السنه اللي فاتت زي مثلا بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، اصابه ليفاندوفسكي كانت سبب اساسي من خروج بايرن ميونخ. يعني المرحله اللي قفلنا بيها دور المجموعات ما لهاش علاقه تماما بالظبط تشيلسي البطل السنه اللي فاتت في دور ال 16. تشيلسي البطل السنه اللي فاتت، يمكن لو اتفرجنا على مباريات دور المجموعات لتشيلسي مع فرانك لامبرت كانت مباراه يعني مش فريق بطل خالص. جيف توماس توخيل عمل نقله للفريق في شهر 2 وشهر 3 بقى فريق ثاني قوي. سريعا جدا اخذ رايكم، عندكم اي جديد فيما يتعلق بملف تجديد محمد صلاح مع ليفربول؟ يمكن يورجن كلوب اتكلم على التجديد في تصريحاته قبل المباراه ميلان من فتره طويله، ما اتكلمش على تجديد محمد صلاح وقال ان الموضوع احنا مش مستعجلين عليه والتجديد ممكن هيجي، لكن حاليا دلوقتي في تركيز على المباراه سواء من صلاح او سواء من جانب ليفربول. فليفربول هو حب يورجن كلوب يوصل رساله ان احنا مهتمين لسه بشان محمد صلاح وهنقدم له العرض اللي هو المنتظر من محمد صلاح، وحتى محمد صلاح نفسه عايز برده الجانب الرياضي مش الجانب المادي بس، عايز الجانب الرياضي من ليفربول ان هو يبقى مطمن ان في مشروع رياضي قوي لليفربول قادم. احنا وصلنا للمرحله دي كمان. طبعا طبعا صلاح يقعد يحط رجل على رجله، الانديه كلها محتاجاه. ده شيء يسعدنا كمصريين. بتقول ان كان مايكل ادواردز بعد ما يمشي ان في لعيبه كبيره هتجتمع مع يورجن كلوب والاداره على تعيين المدير الرياضي الجديد ومنهم محمد صلاح. انك انت كنت تحلم اساسا انك انت تشوف لعيب مصري بيلعب في ليفربول، ده حلم لسه ما زال حلم كبير بالنسبه لنا، يعني نفسنا نشوف اربع خمس لعيبه بيلعبوا في السيتي وبيلعبوا في تشيلسي ومان يونايتد، لكن انك انت تشوف نجم مصري بتتحايل عليه اداره الليفر وهو بيحط رجل على رجل وبيقول انا ليا رؤيه وليا، ده شيء يسعدنا طبعا. خلينا نطرح تساؤل كده بمناسبه مايكل ادوارد في نهايه الحلقه، هل مايكل ادوارد هو المدير الرياضي لليفربول طبعا ومن المديرين الرياضيين الناجحين جدا، هل هو دلوقتي الاشاعات رايحه ان هو هيمسك نيوكاسل، مشروع نيوكاسل الجديد، هل لما يروح نيوكاسل هيقدر ياخد معاه محمد صلاح ويقدم له عرض خيالي على حسب الصحف الانجليزيه هيقول عرض ما حصلش قبل كده؟ بس بيتهيألي الفلوس مش قصه صلاح بس، يعني مع الفلوس في حاجات تانيه كتير طبعاً جدا لازم تتوفر له، ان انا ما اعتقدش ان طموحه بقى مادي دلوقتي، يعني الماده موجوده ومهمه لكن مش ما اعتقدش ان نيوكاسل بيتهيألي يعني مش بطموح محمد صلاح. اكيد تتفق ولا تختلف؟ النادي نفسه مش النادي. طموح محمد صلاح مش يلعب لنيوكاسل، وما اعتقدش ان هو يخرج من انجلترا، يعني انا اعتقد صلاح مستمر مع ليفربول وتجديد العقد مساله وقت. اسعدتونا وشرفتونا نادر شبانه وفاروق عصام، بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله نتقابل على كل خير، نستمتع دايما بيكم وبتغطيه الكره العالميه، والموسم بيتقدم الدنيا بتسخن والكره بتحلو، وان شاء الله باذن الله نتقابل في حلقات جايه، وكل التوفيق طبعا قبل ما اختم لمنتخبنا الوطني يوم السبت اللي جاي، مباراه الساعه 5 بتوقيت القاهره، كل التوفيق لابطال مصر قدام الاردن ان شاء الله، ونكمل باذن الله اهم حاجه على نفس المستوى وبنفس الثبات وبنفس الروح. اعتقد المنتخب بعد نهايه البطوله بصرف النظر والله عن اللقب هيبقى في حته تانية خالص. بشكر حضراتكم على المتابعه، نتقابل على كل خير على شاشه الاهلي في السادسه دايما، تحياتي لحضراتكم.